بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، الأساتذة الأجلاء، الباحثين الأفاضل، والضيوف الكرام، معكم محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. نرحب بكم جميعا في المؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، والذي يقام ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي 14 بنسخته الإلكترونية. إن هذا المؤتمر يمثل منصة رائدة لجمع العقول اللامعة والمبدعة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار وطرح الرؤى الجديدة ومناقشة التحديات الراهنة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية. في هذا العصر الذي نشهده تبرز أهمية البحث العلمي والتطوير في هذه المجالات أكثر من أي وقت مضى، فالتحديات العالمية تتطلب منا أن نكون على دراية ووعي بأحدث المستجدات والنظريات العلمية التي تساعدنا على فهمها ومعالجتها بفعالية. إن تجمعنا اليوم ليس فقط لتبادل الأفكار والمعرفة، بل أيضا لبناء جسور من التعاون والتفاهم بين الباحثين والمفكرين من مختلف الثقافات والخلفيات. ومن هذا المنطلق نأمل أن تثمر هذه الجلسة البحثية عن أفكار ومبادرات تسهم في تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية وتعزز من دورها في مجتمعاتنا. أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وهذه الجلسة البحثية، ولكل الباحثين المشاركين بأوراقهم وأبحاثهم. يشرفنا أيضاً أحبتنا الحضور الكرام أن يترأس هذه الجلسة قامة من قاماتنا العلمية الفذة، سعادة الأستاذ الدكتور صالح العلي، فحياه الله وأكرمه. وإليكم أحبتنا السيرة الذاتية المختصرة للأستاذ الدكتور صالح العلي. فهو أستاذ الاقتصاد الإسلامي والدراسات العليا في كليتي الشريعة والاقتصاد بجامعة دمشق سابقاً، وكلية الشريعة والعلوم الإدارية بجامعة الكويت حاليا، حاصل على درجة الأستاذية من جامعتي دمشق وجامعة الكويت، وله من المؤهلات العلمية دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1999، ودكتوراه في المناهج وأصول التدريس من كلية التربية بجامعة دمشق عام 2009، ودبلوم عالي في العلوم المالية والمصرفية هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق عام 2008، وماجستير في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق عام 2015، ودكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة مصر الأمريكية الدولية بالقاهرة في العام 2018. وله من الخبرات الإدارية والبحثية والمهنية، فهو مدير برنامج ماجستير الفقه المقارن وأصول الفقه بمجال الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، وهو أيضا مدير برنامج الدبلوم العالي في التمويل الإسلامي بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، أيضا عضو هيئة شرعية بعدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وهو أيضا مصمم برامج في الاقتصاد والتمويل الإسلامي لعدد من المؤسسات العلمية، وله من المؤلفات 27 كتابا في الفقه تأليفا وتحقيقا والاقتصاد والتربية الإسلامية، وله من البحوث 40 بحثا علميا محكما في مجالات الفقه والاقتصاد الإسلامي، وأيضا أشرف وناقش أكثر من 250 رسالة علمية ومشروع بحثي، محكم لأكثر من 200 من البحوث العلمية في مجالات محلية ودولية وعالمية محكمة، وحاصل على عدة جوائز وميداليات ذهبية في البحث العلمي، مشارك لأكثر من 35 بالندوات والمؤتمرات المحلية والدولية. بسم الله ما شاء الله، مسيرة رائعة لسعادة البروف صالح العلي، وله أيضا الصلاحية كاملة في إدارة هذه الجلسة البحثية، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة البروف، معك الصلاحية. شكرا شكرا استاذ عدنان، بارك الله فيك وجهودك وجزاك الله خير على هذا التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه العالمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية الزملاء الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويطيب لنا أن نلتقي معكم في هذا المحفل الدولي العلمي 14 والمؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية. وقبل أن نبدأ هذه الجلسة المباركة مع الزملاء الأفاضل، أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى منصة أريد بكافة لجانها وعلى رأسها إدارة المنصة واللجنة الهيئة الاستشارية العليا واللجنة التنظيمية وجميع اللجان التنسيقية. وكذلك الحال أيضا الشكر موصول إلى الأستاذ عدنان قلعجي جزاه الله خير، اللي هو مدير القاعة والمقدم وسيبقى معنا هذه الفترة. الشكر أيضا موصول لجميع الزملاء الأفاضل الذين يشاركوننا الآن في هذه الجلسة البحثية الثامنة، الذين سنشرف بوجودهم معنا وأيضا نفيد منهم إن شاء الله في هذه الأبحاث من عناوينها والاطلاع على بعضها باختصار أبحاث علمية رصينة وطيبة. وإن شاء الله أيضا سأكون معكم حتى فيما يتعلق، أنا يمكن ما كنت حاط بالسيرة الذاتية، أنا بالنسبة لي أيضا مدير تحرير مجلة منصة أريد للعلوم الإنسانية والاجتماعية، فإن شاء الله هذه البحوث أيضا ستعرض علي فيما بعد إن شاء الله من أجل النشر. فلا أريد أن أطيل على الزملاء، الشكر موصول لجميع هذه اللجان في هذه المنصة المباركة. ويطيب لي أيضا أن أبدأ مع هؤلاء الزملاء في هذه الجلسة. طبعا نحن الزملاء البرنامج الذي سنسير عليه إن شاء الله، يعني نعطي بين 10 دقائق إلى ربع ساعة لكل زميل من الزملاء في العرض التقديمي، وبعد العرض التقديمي للزميل إذا كان هناك يعني مداخلة مباشرة ندخل في المداخلات، ثم في نهاية هذه الجلسة إذا كان هناك أيضا مداخلات قليلة ما يقارب ربع ساعة، أيضا نعطي المجال لمن لم يسعفه الوقت يعني يكون معنا بالمداخلات بعد كل محاضرة أو عرض تقديمي لكل من الزملاء. نبدأ وعلى بركة الله مع الزميل علي رضا. وطبعا قبل أن يبدأ الزميل نترك التعريف عن الزملاء الأفاضل في هذه الجلسة والباحثين الأكارم، كل واحد يعرف بنفسه بما يراه مناسبا لهذا المقام. نشكر الجميع على اهتمامهم ومتابعتكم ونتمنى لكم التوفيق. فالآن نبدأ عندنا حسب الجدول الذي معنا مع الأستاذ علي رضا وأيضا الأستاذ الدكتور نعيم كريم، ويبدو بحثه مشترك. فمع الأستاذ علي رضا، تفضل أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الأخوة الأساتذة الأفاضل الذين كرمونا بالتفضل لإلقاء محاضرتنا، والأخوة القائمين على المؤتمر العلمي الدولي 14 والذي ينقل عبر منصة أريد. أنا أعرف عن نفسي أستاذ في جامعة سومر، اختصاص تاريخ عصور وسطى، مع بحث مشترك لمشرفي. أنا حاليا طالب دكتوراه مع مشرفي الأستاذ الدكتور نعيم كريم عجيم الشويلي. يتفضل علينا أستاذنا الدكتور أن نعرض البحث من خلال أستاذ عدنان إن أمكن، لأن تعرف الكهرباء شوية ضعيفة. خلي أستاذ عدنان مع الأستاذ علي. الله تفضل. يكرمك. نعم، بدأت أنا بالعرض البحث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه، شرف الإنسان وكرمه بحمل رسالة العلم. أتقدم للأخوة بالشكر الجزيل للقائمين، وبالخصوص المؤتمنين على هذا المؤتمر، أساتذتنا الأفاضل وصاحب المنصة الأستاذ عدنان القلعشي بهذا التفضل الكريم. عنواننا وموضوع بحثنا هو اضطراب مملكة الأفرنجة من عام 843 إلى 851. قبل الدخول في البحث، لابد الإشارة عن تمهيد عن أسباب وأوليات البحث. البحث مشتق من رسالتنا أو أطروحتنا للدكتوراه بعنوان مشكلة العرش الكارولنجي، أي نتناول الدولة الكارولنجية التي تحتوي حاليا على دول ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، إقليم البريتان. هذا ما يحده في العصور الوسطى، أي نقصد الدولة الرومانية في شطرها الغربي. نبدأ بملخص بسيط عن التمهيد عن هذه الدولة. إن القبائل التي نزحت على الإمبراطورية الرومانية المقدسة اقتطعت من شقها الغربي، فكان للأسرة الكارولنجية أو الدولة الكارولنجية التي تأسست في بلاد الغال، فرنسا الحالية وأجزاء من ألمانيا وإيطاليا كما ذكرنا في بداية الموضوع. بدأت هذه الدولة عام 751 وانتهت عام العفو 751 ميلادية وانتهت عام 987 ميلادية. كان لهذه الدولة الاستمرار والبقاء في شطرها الغربي، والتي حكمت غرب أوروبا بمساحة ما تقدر أو ما يقارب ب12 مليون كيلومتر مربع. من الدول الحالية الموجودة فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وما تبعها من الدول. هذه الدولة أو هذه الأسرة استطاعت أن تكون إمبراطورية عظيمة، عظيمة الشأن، مترامية الأطراف من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية. كان لمؤسسها أو زعيمها الإمبراطور شارلمان، الذي وحد غرب أوروبا تحت مسمى الإمبراطورية الكارولنجية أو الإمبراطورية الأفرنجية، الذي تم تتويج هذا الإمبراطور العظيم عام 800 للميلاد على يد الكنيسة أو على يد البابوية في إيطاليا بعد التحالف بين الدين والسياسة. هذه الدولة استمرت أن تمد أذرعها وأطرافها حتى وصلت حدود المسلمين في برشلونة، ثم اتجهت نحو الشمال وصلت إلى حدود الدنمارك، ثم إلى شرق الإمبراطورية الرومانية ما يسمى بالدولة البيزنطية. هذه الدولة استطاع مؤسسها شارلمان أن يقود هذه الحملة العسكرية والسياسية والاقتصادية للحفاظ عليها، لكن العادات والتقاليد الفرنجية أدت إلى تقسيم هذه الإمبراطورية عام 806 بين أبناء شارلمان، وهم لوثر وبيبن ولويس التقي. وما يعنينا من الموضوع لويس التقي، لم يبقى من أولاد شارلمان الثلاثة سوى لويس التقي الذي توجه البابا عام 814 عند وفاة أبيه شارلمان. لويس التقي استطاع أن يمد أذرع أبيه على هذه الدولة، لكنه لم يستطع لعدم تمكنه بالحنكة السياسية واتجاهه إلى الحنكة الدينية. هذا الأمر ولد أن يكون كالعادة أن تقسم هذه الإمبراطورية عام 817 ميلادية بين الأبناء الثلاثة لويس الألماني ولوثر الأول وبيبن، واستمر
التقسيم بين الأراضي، أعطيت أراضي داخل هذه الإمبراطورية للأبناء مما ولده أن يحافظ عليها، لكن الإمبراطور لويس التقي قام بالزواج من الأميرة الألمانية جوديث عام 823 لتنجب له ولد يدعى شارل الأصلع. هنا الإمبراطور أراد أن يلغي التقسيم السابق للأبناء الثلاثة ويأتي بتقسيم يشمل الأربعة، مما ولد نفور من هؤلاء الأبناء الثلاثة، أدوا بالحرب على والدهم وإيقافه وزجه في السجن مدة طويلة ليقوموا بعدم قيام التقسيم من جديد بين الأبناء الأربعة. يبقى التقسيم على الأبناء الثلاثة فقط، مما تدخلت الكنيسة ورجال الدين على إنهاء هذا الصراع وإرجاع الأبناء إلى أبيهم. فقام الأب بالاتفاق مع الكنيسة أن يقسم الأراضي بين الأبناء الأربعة حتى يحل السلام والأمان، لكن لم يستمر ذلك طويلا. عام 840 بوفاة والدهم، مما أدى أن تحدث حرب أهلية راح ضحيتها آلاف الناس عام 841. إلى وصولنا إلى عنوان موضوعنا هو عام 843، وهو اتفاق فردان. هذا الاتفاق فردان الذي اعتبره المؤرخون والمعاصرون أنه التقسيم الفعلي لغرب أوروبا، أي هذه المعاهدة فصلت لنا أوروبا بأجزائها الثلاثة، أوردت لنا ممالك ثلاثة أو دول ثلاثة هي إيطاليا، ألمانيا، فرنسا. التقسيم الفعلي بدأ المعاهدة الذي عمل على أن تكون الذي عمل الذي عمل أن تكون الذي عمل أن تكون هذه الدولة. واضح الصوت أساتذتنا؟ واضح الصوت أو واضح أكو واضح دكتور، مشكلة؟ نعم واضح واضح، تفضل. نعم، لأن أنا مفاتح من الموبايل. أرادت الكنيسة أن تجمع شمل الأبناء بعد الحرب الأهلية بهذه الاتفاقية، وكما قلنا هذه الاتفاقية فصلت لنا تلك المعاهدة، تلك الممالك الثلاثة، ألمانيا، إيطاليا. لكن هذه المعاهدة لم تجعل لنا غرب أوروبا أن يركن إلى السلام والسكينة، والسبب في ذلك أصبح الأبناء يطمعون في امتيازات أكبر وأراضي أكثر. لذلك أرادت الكنيسة أن تعقد عدة مؤتمرات للصلح. الكنيسة تعقد مؤتمرات من سببين: أن تكون صاحبة التأثير على هؤلاء الأقوام أو على هؤلاء الناس الملوك الذين يحكموا غرب أوروبا من جانب، وأرادت أن تدرأ الهجمات التي تتعرض لها في إيطاليا سواء من العوائل المالكة التي تحكم إيطاليا في تلك الفترة، أو الهجمات التي تمثلت بالمسلمين من شمال أفريقيا التي تمثلت بالدولة الأغلبية أو المسلمون الأغالب. هؤلاء أرادوا بها بتلك بتلك بهؤلاء الملوك أن يركنوا للصلح والسكينة من خلال المؤتمرات. فكان المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني والمؤتمر الثالث. المؤتمر الأول فردان، والثاني مرسين الأول، والثالث مرسين الثالث الثاني العفو. أرادت من خلال تلك المؤتمرات أن تخضع الملوك للصلح والسكينة من أجل الحفاظ على وحدة الإمبراطورية الكارولينجية. نعم. نعم دكتور. أستاذ علي،
نعم نعم دكتور. خالص أستاذ علي، بارك الله فيك. نعم دكتور، اختصار للموضوع لأن تعرف شكرا شكرا أستاذ علي، بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بنفرح فيك بمناقشة الدكتوراه إن شاء الله يا رب. والشكر موصول إلى مشرفك الأستاذ الدكتور نعيم كريم، بارك الله فيكم وفي جهودكم، هذا العرض المختصر والمميز. أستاذنا، ممنون، شكرا وشكرا لك جزيلا أيضا أستاذنا، تسلم. على الاختصار أيضا، ويعني أخذ وقتك الكامل. من باب الاختصار دكتور، يعني لا تعرف جزاك أنت. الله كل خير، يعني أخذت 10 دقائق طيبين، وإحنا نترك الآن إذا في أي مداخلة نعم. للدكتور علي، أستاذ الدكتور علي إن شاء الله أيضا موجود، علي رضا، إذا في مداخلة على ورقته البحثية فليتفضل، إذا في أي مداخلة حتى ننتقل إلى البحث الثاني، وإذا ما في مداخلة ننتقل للبحث الثاني مباشرة. مع أستاذ عدنان، دكتور عدنان بارك الله فيك. نعم دكتور، معك دكتور. من أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا حضور كريم يرفع أداة اليد حتى نعطيه الصلاحية. إذن معنى ذلك ما في أي مداخلة أستاذ عدنان. نعم دكتور، تفضل تفضل إذن الشكر ننتقل، الشكر الشكر موصول لكم حضراتكم وسادتنا الأفاضل، ممنونين على هذا المؤتمر العلمي الكبير. واحنا ان الشرف ان كان ان نحضر، لكن تعرف الظروف. وإن شاء الله الله بيفرج عنكم وعنا وعنكم دكتور علي، وإن شاء الله اللقاء الغالب إن استاذ شاء الله، الشكر اللقاء ممنون، الغالب الشكر تكون موصول إن لك شاء الله، دكتورنا المؤتمرات القادمة إن شاء الله بتكون مناقش وبتكون معانا بإذن الله باللجنة إن شاء الله. جزاك الله خير، وجهودك مشكورة إن شاء الله، بارك الله بإذن فيك، الله بإذن الله، إن شاء الله أنا على تواصل وياكم بإذن الله. حياكم الله. ننتقل إذا الشكر الزميل، موصول لك دكتور، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. والأستاذ معاذ والدكتور عدنان القلعتي، ممنونين شكرا جزيلا، الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. بارك الله بكم. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، بأمان الله. الله يوفقكم، مع السلامة. الأستاذة الزميلة الفاضلة أستاذة إيمان الصائغ موجودة؟ أستاذة إيمان الصائغ موجودة؟ يبدو غير موجودة دكتور عدنان. نعم أستاذة إيمان، لو حضرتك بالقاعة بس يرجى رفع أداة اليد، حضرتك والدكتورة بنين ناصر، بس لو تتكرمون أنه في بعض الأسماء بالأرقام مكتوبة فالأسماء غير واضحة. نعم، رغم اثنين دكتور اثنين إذا ما موجودين ننتقل مباشرة للأستاذة تمام، فاطمة. هو هذا أنا أقصد، إذا ما موجودة نعم ننتقل إلى بنين ناصر موجودة. طيب إذا ننتقل للأستاذة فاطمة محمد الفرحان موجودة؟ نعم موجودة، مساء تفضلي الخير. تفضلي، حياك الله أختنا، بارك الله فيك. تحية طيبة عطرة أبعثها لكم من المغرب الحبيب، لكل القامات العلمية والدكاترة والأساتذة والباحثين، متمنية أن تجدكم جميعا بألف خير وسلام. يسعدني أنني من ضمن المشاركين في المحفل العلمي الدولي 14 بالعراق الشامخ، منبع الحضارة منبع الحضارة والثقافة والشهامة والعزة، بمؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية، بموضوع البحث حقوق الطفل بالمغرب والاتفاقيات الدولية. ويسرني أن ألقي عليكم نبذتي البسيطة من سيرتي الذاتية. الباحثة فاطمة الفرحان، منتدبة قضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالتابيضة، سفيرة التنمية المستدامة حول العالم، عضو في منظمة الصداقة الدولية بالسويد، عضو في منصة أريد الدولية، عضو في الجمعية الفرنسية لحماية الأطفال، طالبة ماستر مهني في القانون الجنائي بجامعة ديانا العالمية، طالبة ماستر بحثي في سوسيولوجيا الأسرة بجامعة بيرشام الدولية. نعم تمام، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. بالنسبة للبحث حقوق الأطفال
حقوق طفل بالمغرب والاتفاقية الدولية. كان لي الشغف بأن أحضر هذا البحث، ولدي بحث آخر منشور عن الأطفال المتخلى عنهم، وهو مشروع بالنسبة لي. أهمية البحث، اخترت هذا البحث لما له أهمية بالغة في حماية الأطفال من التشرد والضياع والإهمال، وإيجاد لهم الإطار القانوني والاجتماعي والحقوقي للحفاظ على حقوقهم المشروعة وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة المغربية والمنصوص عليها في دستورها لسنة 2011، وأيضا مدونة الأسرة الصادرة بسنة 2004، والتي خصص بها المشرع مدود من أجل تحصين الطفولة المغربية أسريا واجتماعيا وقانونيا. الطفولة المغربية بحاجة إلينا كباحثين وحقوقيين لإنقاذها من كل الإكراهات التي تواجهها والصعوبات داخل المجتمع المغربي. أهداف البحث، يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف تتضمن التعريف بالطفولة ومراحلها التي يجتازها الفرد إلى أن يصبح راشدا معتمدا على قدراته العقلية والقانونية، الإلمام بحقوق الطفل الدولية والوطنية وفق الاتفاقيات الدولية ودستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومدى تنزيلها بمدونة الأسرة، الوقوف على معوقات تطبيق الاتفاقيات الدولية على أرض الواقع وعدم توافقها مع التوجه الديني بالمجتمع المغربي، وإيجاد حلول تضمن حقيقة تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية. بالنسبة لإشكالية البحث، هل استطاعت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية عبر دستور سنة 2011 حماية حقوق الأطفال بالمغرب؟ أسئلة البحث، طبعا هناك أسئلة: كيف عمل المغرب على حفظ حقوق الأطفال المدنية بناء على التوافق بين ما هو وضعي وديني؟ ما هي الإكراهات التي واجهت الدولة المغربية في تنزيل الاتفاقية الدولية على واقع المجتمع المغربي المتنوع ثقافيا؟ ما هي المقترحات التي تدلل الصعاب أمام تطبيق الاتفاقية الدولية على الطفل رغم عائق الثقافة المغربية؟ فروض البحث، بالنسبة لفروض البحث، نجد دائما إكراهات في المجتمع المغربي بطبيعة الحال. ربما الثقافة المغربية كانت عائقا أمام التنزيل السليم للاتفاقيات الدولية على أرض الواقع، ربما ترجع إلى سياسة الدولة وتكوين مؤسساتها ومرجعياتها الدينية، ربما عدم تحمل المؤسسات المسؤولية الفعلية تجاه حماية حقوق الأطفال. بالنسبة للإجراءات المنهجية للبحث، منهج الدراسة موضوعية تحليلية، نوع الدراسة نظرية مكتبية. بالنسبة للمبحث الأول، سننتقل هنا إلى مسار حقوق الطفل بالمغرب. نجد في الفصل الأول مفهوم حقوق الطفل شموليا. بحكم أن الطفل كائن بشري ضعيف وقاصر ولا يستطيع الدفاع عن نفسه من الأخطار المحيطة به والتي تحوم حوله لعدم وعيه ودرايته الشاملة بإكراهات الحياة اليومية، فإن الأمم المتحدة قامت بسن اتفاقيات حقوق الطفل لتحصينها وفق قوانين دولية حتى لا تتعرض هذه الشريحة لخروقات وانتهاكات في حقوقها. وحدثت فيها تعريف الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة. الفصل الثاني، تطور حقوق الطفل وفق الدستور المغربي. خصص الدستور المملكة المغربية لسنة 2011 الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تم المصادقة عليها من طرف الدولة المغربية. وفي هذا الباب جعل حقوق الطفل تظهر عليها الأسرة التي قام بحمايتها وصيانتها من جميع الانتهاكات والحفاظ على خصوصياتها، كما نص الفصل 32 من نفس الباب. تسعى الدولة
لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وهناك إكراهات أيضا. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، بمعنى أن محاربة الهدر المدرسي يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة حتى يتم هناك علاقة ما بين الأسرة والطفولة لحمايتها. الفصل الثالث حقوق الطفل بناء على مدونة الأسرة. تناولت مدونة الأسرة في الفرع الثاني وهي في إطار التغيير حاليا، فهناك اجتهاد في مدونة الأسرة. الأطفال في المادة 54 جميع حقوق الخاصة بالأطفال داخل مؤسسة الزواج وخارجها طبعا، وفق الاتفاقية الدولية لحماية حقوقه المدنية من تسجيل في الحالة المدنية والحضانة والنفقة والتعليم وكل ما يخص إطاره القانوني الذي يحصنه داخل المجتمع، كما جعل من النيابة العامة الصاهر على تطبيق مقتضياته والقانون، بمعنى أن تسجيل الأطفال خارج مؤسسة الزواج لحمايتهم أولا مدنيا وثانيا للتسجيل في المدرسة حتى لا نواجه الهدر المدرسي بالنسبة لهذه الشريحة. ولكن نجد أن هناك إكراهات أيضا في هذا المجال، لأن هناك أولا الاعتراف بالبنوة، ليس هناك اعتراف بالبنوة بالنسبة بحكم أن هناك قانون جنائي الذي ينص على أن في حالة الاعتراف بالبنوة فهناك حالة فساد، وهذا عاوتاني جانب آخر نناقشه أيضا في القانون الجنائي لدى المشرع. المبحث الثاني الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الطفل بالمغرب. الفصل الأول حقوق الطفل وعلاقتها بالاتفاقيات الدولية. عملت الأمم المتحدة على إصدار 42 اتفاقية لصون حقوق الأطفال من الانتهاكات، وشملت جميع ما يتعلق بالطفل وحمايته من جميع الأشكال والتصرفات التي تشكل خطر على كيانه ووجوده، وعملت على فرض تلك الاتفاقيات على الدول وألزمتها بها، والسهر على احترام تلك الاتفاقيات الكونية على الطفولة لتعيش في جو سليم وصحي وفي أجواء تضمن لها نموا طبيعيا. الفصل الثاني الإكراهات التي تواجه تنزيل الاتفاقية الدولية طبيعة الحال في المغرب وحتى العالم العربي، وهناك إكراهات للعالم بأسره رغم سهر المغرب على تنزيل تلك الاتفاقيات عبر أسمى وثيقة للبلاد والتي تنظم الدولة والمجتمع وتدوينها في مدونة الأسرة، إلا أنها ما زالت تواجه عدة إكراهات على مستوى ثقافة المجتمع والمرجعية الدينية للدولة، وأيضا تطبيقها مصدريا لمحاولة المشرع على خلق قوانين توافقية بين ما هو نقلي ووضعي. وتلك الإكراهات ساهمت في تأخير تأسيس الدولة المدنية بالمغرب بطبيعة الحال. الفصل الثالث المقترحات التي تواجه صعوبات التطبيق. لطرح المقترحات علينا استكمال بحث وطرح جميع المعوقات التي تقف عثرة في تأسيس دولة مدنية شاملة لتلك الاتفاقيات، وذلك بإعادة بناء ثقافة التعايش مع الاختلاف والحريات عبر التوعية عن طريق التربية، وإعادة بناء مجتمع يحترم الآخر وخصوصياته داخل الأسرة وثقافتها وطريقة تربيتها واحترام الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والاعتقاد أيضا. التحليل والمناقشة. بعد التحليل ومناقشة البحثين يتبين لنا صحة الإشكالية من عدمها عند تناولنا لحقوق الطفل بالمغرب والاتفاقيات الدولية، وما تلعبه تلك الاتفاقيات في بناء جيل سوي يحترم نفسه والآخر ويتعايش داخل مجتمع في سلام وحب ووئام وفي تضامن وتعايش رغم الاختلاف في المنطلقات الفكرية والمرجعيات الدينية، لمحاربة التطرف والتمييز العنصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. وشكرا لكم. شكرا شكرا أستاذة الفاضلة يا صوت على الواجب. مرحبا. الباحثة الكريمة فاطمة محمد الفرحان على هذا العرض الطيب المختصر فيما يتعلق بحقوق
الطفل بالمغرب وأيضا ربطه بالاتفاقيات الدولية. فقد أجادت أختنا الباحثة وأفادت في هذا الموضوع، ولا سيما أظن كان ممكن يكون عندما تأتي بالبحث بشكل كامل سيكون هناك جانب من الجانب الإحصائي والجانب التطبيقي لهذه نعم إن شاء الله، الاتفاقيات. نعم، بارك الله فيك جهوز دكتورتنا الفاضلة. إن شاء الله شكرا جزيلا، إن شاء الله. شكرا فإذا في أي شكرا جزيلا. مداخلة، في استفسار للباحثة فاطمة، أستاذ عدنان. نعم دكتور، نبقي اليد مرفوعة لمن أحب أن يشارك معنا، يا ريت إذا في مشاركات ريز هاند حتى نعطيكم الصلاحية. من أحب أن يتداخل معنا أو يطرح سؤالا أو استفسارا فليرفع أداة اليد لنعطيه الصلاحية، بارك الله فيك. إذن يبدو ما في أحد في مداخلة. نعم دكتور، إذن في عندنا، في عفوا عفوا سعادة البروف، في تفضل. عندنا الأستاذة والدكتورة رندا الديب، تفضلي. عليكم السلام. بشكر حضراتكم على المحفل العلمي الأكثر من رائع، وبشكر رئيس الجلسة والباحثة اللي عرضت البحث مختصر وجميل. شكرا أستاذ عدنان على التنظيم الجيد. بس أسأل الدكتورة، هل الحدود هي الحقوق الطفل، هل هو حقوق اجتماعية ولا حقوق صحية، ولا إيه أنواع الحقوق اللي هي كاتباها في البحث عشان نوفرها معينة للطفل؟ بشكر حضرتكم. أعتذر لم أسمع جيدا مع النت، طيب أظن عفوا دكتور لم أسمع السؤال جيدا. هو ما هي، أظن أنه الأستاذة رندا أو الدكتورة رندا سألت ما هي أنواع الحقوق للطفل المذكورة في البحث الخاص بحضرتكم. الأصلي، الحقوق الأصلية أم التبعية أو هكذا؟ نعم هكذا سمعت والصوت كان يقطع. نعم هناك حقوق كثيرة من ضمنها حقوق الحق ما زالت معنا الفعلي. الدكتورة رندا بإمكانها إعادة سؤال إن أحبت. أيوة فعلا ده قصدي، بس أنا نعم تفضل تفضل أستاذ. أحب أسمع. تفضل أستاذة فاطمة. نعم بالنسبة للحقوق التي تطرقت إليها وهي مهمة جدا، أولا هي الحقوق المدنية، إذا لم نعترف بتلك الأطفال مدنيا سواء كان داخل مؤسسة الزواج أو خارج مؤسسة الزواج فلن تكون لديهم هناك حقوق شاملة، من ضمنها الحق في التعلم، الحق في الصحة، الحق في الحقوق الاجتماعية الثقافية، كل ما تطرقت إليه الأمم المتحدة وهي حقوق شاسعة وشاملة بالنسبة لحقوق الحق الطفل. لهذا فإن الإكراهات التي نواجهها دائما وهي الإكراه الدولة المدنية، كيف يمكن لنا تنزيل الدولة المدنية لتحقيق تلك الحقوق؟ هذا هو الإكراه. وشكرا. هل يوجد مداخلة أخرى أساتذتنا الأفاضل؟ فمن أحب أن يطرح سؤالا فليرفع أداة اليد ريس هاند لنعطيه الصلاحية. إذا ممكن ننتقل أستاذ عدنان عند نعم دكتور تفضل معنا الدكتور الفتاح، نقول نعم مع الزميل الباحث الفاضل الدكتور عبد الفتاح إسماعيل، إذا موجود إن شاء الله يكون معنا. يتفضل، مشكورا.
أهلا دكتور، كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا الغالي. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. دكتور، أنا الآن شاشة العرض ظهرت عندكم. نعم نعم بدأت، بس بس اضغط ليست على العرض. مركزة على الباوربوينت. ظهرت الشاشة. نعم، الشاشة ظاهرة لكن اضغط على العرض التقديمي حتى تبدأ. كأن هناك خلل تقني عند الدكتور عبد الفتاح، أظن أنه قطع الإنترنت عنده خالص. نعم، ننتظر دقائق عسى ولعل أن يعود معنا إن شاء الله. هو يبدو الدكتور عبد الفتاح عم يشتغل من الموبايل. بتحب استاذ عدنان اذا الدكتور رشاد موجود، لانه ربما يعني حتى يتواصل معانا الدكتور عبد الفتاح بعدين، اذا الدكتور رشاد موجود. طيب، أظن الدكتور عبد الفتاح عاد. يا نعم هيا العود والعود احمد. نعم دكتور عبد الفتاح، سأقوم بمشاركة العرض من عندي، وبإمكانك حضرتك التقديم. تفضل. دكتور عبد الفتاح يرجو فتح المايك والتفضل بالمداخلة. دكتور، السلام عليكم. حياك وبياك، وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حياك الله، دكتور الشكر اللي فتح. رئيس الجلسة الدكتور صالح وكل العاملين في اللجنة العلمية للمحفل الدولي 14 إربيل العراق والمؤتمر الدولي 15 للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية، والشكر خاص للدكتور سيف السوادي مؤسس منصة أريد والمشرف العام على هذا المؤتمر، فله منا جزيل الشكر والتقدير. نبدأ ورقتنا بإذن الله. الدكتور عبد الفتاح إسماعيل عبد الله، عضو هيئة التدريس في جامعة الحديدة اليمن، قسم اللغة العربية، كلية التربية، حاصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود، كلية الآداب عام 2019، و يعمل أستاذا للأدب والنقد القديم في جامعة الحديدة، عملت مدرسا في جامعة القسيم لمدة عام دراسي متعاونا، وأثناء فترة مرحلة الدكتوراه أستاذا للمقررات اللغة العربية 101 و102 في جامعة الملك سعود. بداية أقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعيد جدا بهذه المشاركة، ونستهل عرضنا للورقة البحثية المعنونة التأصيل النقدي للشعر الجاهلي عند الدكتور فضل العماري، المعنون والتأصيل النقدي للشعر الجاهلي عند الدكتور فضل العماري، شعر السير النموذجة. انطلاقا من إيماننا بأن الشعر الجاهلي ميدان خصب لكل احتمال، يستند إلى الشجاعة الأدبية والمعايير العلمية في دراسته ونقده، ونظرا لأهمية الشعر الجاهلي وما يحدثه في فهمنا للعالم، في أنفسنا من حيث فهمنا للعالم العربي، لعمق الرؤى فيه ولكونه مصدرا قيما للمعرفة والإلهام، ارتأيت أن يكون موضوع البحث وهدفي العام
هو دراسة التأصيل النقدي للشعر الجاهلي عند الدكتور فضل العماري الناقد السعودي طبعا، ويعمل أستاذا في جامعة الملك سعود. من خلال الوقوف على كتاباته النقدية التي تزيد عن 20 كتابا مطبوعا و50 بحثا منشورا في مجلات أكاديمية، وانتقيت مظاهر الوضع والانتحال في شعر السيار الشعبية القديمة ماذا قال فيها. من أهداف البحث التعرف على شخصية الناقد فضل العماري، ناقد مغمور لم يتناوله الدارسون بالدراسة لمؤلفاته الأدبية والنقدية، رغم ما يتمتع به من رؤى نقدية حديثة وفق المناهج النقدية المعاصرة في قراءته للشعر الجاهلي ومنهجه التأصيلي ورؤاه النقدية في قراءة الشعر الجاهلي عامة وشعر السيار الشعبية خاصة. لتحقيق تلك الأهداف البحث سيجيب عن التساؤلات الآتية: من هو الدكتور فضل العماري وماذا قدم للمكتبة النقدية العربية من مؤلفات؟ ما الأسس الفكرية العامة التي اعتمد عليها الدكتور فضل العماري في منهجه التأصيلي النقدي الشعر الجاهلي عامة وشعر السير خاصة؟ ما الرؤى التأصيلية، أو ما الأسس الفكرية العامة التي اعتمد عليها الدكتور فضل العماري في منهج التأصيل النقدي للشعر الجاهلي عامة وشعر السير على وجه الخصوص؟ ما الرؤى التأصيلية النقدية للدكتور فضل العماري في قراءته وتمحيصه لشعر السير الشعبية؟ اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي التأصيلي وإجراءاته التحليلية في دراسة التأصيل النقدي عند الدكتور فضل العماري. قسمت البحث إلى 3 محاور مسبوقة بمقدمة. بينت في المقدمة منهج البحث والغرض من البحث وأهمية البحث وموضوعه والدراسات السابقة، ثم بدأت بمدخل خاص بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للمفاهيم الإجرائية والتي تناولت فيها مفهوم التأصيل اللغوي، التأصيل النقدي، ومفهوم شعر السير الشعبية. ألحقت ذلك ب3 محاور وهو متن البحث، ثم جاءت الخاتمة في نهاية البحث. في المدخل تناولت مفهوم التأصيل النقدي ويقصد به إرجاع المفاهيم والألفاظ إلى أصلها في مجالها المعرفي، سواء كان شعرا أو نثرا الذي يعتمد عليه وتطمئن النفس إليه. شعر السير الشعبية هو ذلك الشعر الذي كتب أو روي في زمن متأخر عن العصر الجاهلي ونسب إلى شخصية حقيقية أو أسطورية عاشت في العصر الجاهلي، سواء كان موضوعا منحولا أم صحيحا، وتلك الشخصية هي التي تحكي بلسانها شعرا تحكي بلسانها شعرا كان هذا الشعر عن سيرتها البطولية وأخبارها وغير ذلك. وميدان كتابته هو الحكايات والقصص في كتب السير والأنساب والأخبار. تناولت في المحور الأول شخصية الناقد فضل بن عمار العماري، حياته ومؤلفاته النقدية. الدكتور فضل العماري، فضل بن عمار العماري، ولد في مدينة الدمام إحدى مدن المملكة العربية السعودية من أبوين سعوديين سنة 44 900 و1000 و سنة 44 900 و1000 و دكتور تفضل 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 معك اسمعني. تفضل. نعم دكتور تفضل. ولد في مدينة الدمام إحدى مدن المملكة العربية السعودية، وهو أستاذ أكاديمي وباحث وناقد سعودي، يعمل أستاذا ومحاضرا أكاديميا في قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض. حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية من جامعة الملك سعود عام 72 900 و1000، وعلى درجة الماجستير من جامعة إدنبرا بريطانيا في السبعينات. كان عنوان رسالته الذئب في الشعر العربي القديم، الصورة والنمط الشائع. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة إدنبرا بريطانيا أيضا عام 84 900 و1000، وموضوع أطروحته العلمية شعر تغلب، وهي غير منشورة حسب ما أشار إلى ذلك. طبعا أستاذي، هو درسني في مرحلة الدكتوراه.
يعد الدكتور فضل بن عمار العماري واحدا من أهم النقاد العرب المعاصرين وأبرزهم في دراسة الشعر القديم، إذ يتميز بمعرفة واسعة بالشعر القديم وبقراءته الدقيقة في تحليل نصوصه وسياقاته المتنوعة التاريخية والاجتماعية والثقافية والأسطورية والنفسية. يتمتع بقدرة عالية على البحث والتحليل والنقد الأدبي، أثبت سجله البحثي والنشر المكثف من الدراسات النقدية الفريدة والمتميزة في مجالها أنه مرجع رائد في نقد الشعر القديم، لإسهام هذه الدراسات في فهم أعمق للشعر الجاهلي وتعزيز فهمنا للأساليب الشعرية المستخدمة. له مؤلفات كما أشرت سابقا نقدية تأصيلية وذات قيمة ثقافية عالية، تناولت الشعر العربي القديم دون سواه تزيد عن 80 كتابا وبحثا علميا منشورا في مجلات علمية محلية وعربية. وهو بتلك المؤلفات النقدية أثرى المكتبة العربية، من تلك المؤلفات كتاب الشعر المنحول، قضايا ونصوص، وكتاب حماد الراوي بين الوهم والحقيقة، وغيرها من كتب كثير. دكتور عبد الفتاح نسمعك، تفضل أكمل. عبد الفتاح ألو دكتور، تفضل تفضل أكمل، معك الصلاحي. أعتذر عن الانقطاع. نعم، مؤلفاته النقدية، وصلنا إلى مؤلفاته النقدية، تفضل. انقطع قبل في شريحة رقم كم؟ مؤلفاته النقدية مؤلفاته النقدية. طيب، دكتور عبد الفتاح موجود حضرتك؟ الصوت غير واضح دكتور. دكتور عبد الفتاح طيب، سعادة البروف لو ننتقل إلى مداخلة الدكتور مبارك الحازمي لو تكرمت، الله يكرمك. طيب، ما في أي الدكتور، مشكلة. ألو دكتور، نعم تفضل دكتور عبد الفتاح، عفوا سعادة البروف. أنا فتحت الآن من الهاتف، بينات هاتف ومن اللابتوب، لعلي إن شاء الله أوفق نعم على الورقة، الله يحالفني الحظ مع النت إن إن شاء شاء الله الله. بإذن الله. للعماري إسهامات في ترجمة ما كتب عن الشعر العربي القديم باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. تسمع Recording in progress.
تسمعني يا دكتور؟ تسمعني تفضل تفضل دكتور تفضل. للعمالي إسهامات في ترجمة ما كتب عن الشعر العربي القديم باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ومن تلك الكتب النظم الشفوي في الشعر الجاهلي جيمس مونر مونرو، والتراث الشفوي للشعر الجاهلي مايكل زويتلر، وغيرها من الكتب. تناولت في المحور الثاني من البحث المنهج التأصيلي النقدي للشعر الجاهلي عند الناقد فضل العماري، مبرزا في ذلك الأسس الفكرية التي اعتمد عليها في دراسته النقدية التأصيلية لشعر السير الشعبية. منهجه التأصيلي النقدي للشعر الجاهلي عام وشعر السير خاصة تمثل في الأسس الفكرية العامة التي لخصها في كتابه الشعر المنحول قضايا ونصوص، مهد من خلال موضوعاته ورؤاه الطريق لدارسي الشعر العربي القديم، وأوضح السبل في معرفة الشعر الصحيح من الموضوع أو المنحول، ووضع لهم الأسس الرئيسة والمنطلقات الفكرية التي يمكن الاعتماد عليها في قراءة الشعر القديم ونقده. إضافة إلى ذلك، فقد كشف عن الوعي والحس النقدي للعلماء النقاد واللغويين والرواة القدامى بالشعر المنحول من خلال تحريهم الدقة والتثبت عندما يمرون بشعر لا يقتنعون بنسبته إلى قائله أو إلى عصره وبيئته. تلك الأسس هي التي اعتمد عليها فضل العماري في منهجه التأصيلي النقدي للشعر الجاهلي، والتي يمكن تطبيقها عند قراءة أي نص شعري ونقده وتحليله لمعرفة صحته ونسبته إلى قائله. متبنيا في ذلك الأسس التي اقترحها محمد سعيد جرادة أحد الدارسين المعاصرين، وهي 5 مقترحات تمثلت في الآتي: قاموس الشاعر اللفظي، تتبع أسماء المواقع والبلدان التي عاش فيها ووردت في شعره الشاعر ليعرف منها أين عاش الشاعر، توصلا من ذلك إلى فهم بيئته وتأثيرها في شعره، ثم تتبع الأحداث التي وصفها الشاعر في شعره والشخصيات التي ذكرها ليعرف منها عصره عن طريق الرجوع إلى تاريخ أيام العرب وواقعهم وأحوالهم. المقابلة بين المراجع والمصادر يعرف أكثرها تواترا وأرجحها وزنا وأقومها قيلا. تشخيص السمات العامة تمثلا لمزاجه الفني واستنباط خصائص أسلوبه سهولة أو خشونة أو تبديا أو تحضرا، ومقارنة ذلك بمجموعته الشعرية بحسب ما تقدمه معطيات كل مقطع وكل قصيدة من قصائده. ويضيف أيضا أن تخضع القصيدة لمبدأ القالب الصياغي، وهذا الأساس هو الذي اعتمد عليه الدكتور فضل العماري غالبا في قراءته لشعر السير والشعر الجاهلي: مبدأ القالب الصياغي، العبارات المتداولة، الأفكار الرئيسة الثابتة، المعاني الشائعة، طبقها على الشعر المنحول أو الصحيح، وانطلق منها ومنه أيضا خاصة في الحكم على القصيدة أو البيت الشعري، هل هو صحيح أم منحول، ثم قاس ذلك على أنماط جاهلية مشابهة ذات تركيب وصياغة مماثلة مع احتفاظها بروح الشعر الجاهلي أو روح الشاعر المنسوبة له، وهو هنا يريد القصيدة العربية الجاهلية دون غيرها. ولكن يمكن أن يطبق هذا الأساس القياس أو القالب الصياغي على قصيدة تالية للعصر الجاهلي عند قراءتنا لها لنعرف مدى صحتها من وضعها. ثم إثبات خبر القصيدة في شعر تال للشعر الجاهلي إسلامي أو أموي. هذه الأسس الفكرية التي اعتمد عليها الدكتور فضل العماري في قراءته للشعر الجاهلي وتأصيله. في المحور الثالث عرضت فيه تلك الرؤى التأصيلية النقدية لشعر السير عند الناقد فضل العماري، وأوردت مجموعة من الأبيات الشعرية المنسوبة لعنتر بن شداد وغيره من شعراء السير لبعض النماذج التي توقف عندها الناقد العماري ونظر إليها من منظور نقدي تأصيلي ليدحض نسبتها إلى قائلها أو يثبت نسبتها ما نسبت إليه، أو أحيانا يشك في ذلك. من تلك النصوص الشعرية ما أورده في كتابه تأصيل الشعر الجاهلي من قول عنترة بن شداد تحت عنوان سيرة عنترة.
يقول: لقينا يوم صهباء سارية حناظلة لهم في الحرب، لقيناهم بأسياف حداد وأسد لا تفر من المنية. توقف العماري عند هذين البيتين المنسوبة للشاعر عنتر بن شداد، عنترة بن شداد، والمثبتة في ديوانه، ونظر إلى القصيدة من حيث القالب الصياغي الذي اعتمده مبدأ أساسيا في الحكم على النص، من حيث صحة النسبة من عدمها. فتوقف عند طبيعة الأسلوب أولا فيها، ونظر إليه من حيث الليونة والرقة والجزالة والمتانة والقوة في التركيب، ونظر إلى المعنى من حيث اتقاده وخفوته، مما قاده إلى ذلك أن يبدي رؤيته النقدية التي قال فيها، التي تمحورت في مقولته هذه. يقول: تبدو الشعبية في قولهم صهباء سرية لهم في الحرب نية، فليس في الشعر الجاهل البدوي هذه الليونة في اللغة، ولا الحضر كذلك، فهذا قريب من الكلام العادي الذي لا يرقى إلى مستوى الشعر الجاهلي بما يتصف به من جزالة ومتانة وقوة وتركيب. ثم إن روح الحماسة فيها خافتة وباهتة، لا تحس فيها باندفاع واتقاد. وإذا كان الشطر الأول من البيت الثاني مألوفا في الشعر الجاهلي، هنا يجزم أو يقول: إذا كان مألوفا الشطر الأول، فإن القافية في الشطر الثاني ليست كذلك، وهي تدعونا إلى الشك في صحة نسبتها إلى هذا الشعر. من هذه الرؤية النقدية التأصيلية جعل العماري من الليونة والضعف في الأسلوب القريب من الكلام العادي ذي الدلالات والإيحاءات الباهتة والخافتة والقافية في الشطر الثاني مبررات للشك في صحة هذا الشعر ونسبته إلى عنترة. دكتور، في وقت أعرض بعض الأمثلة أو ننتقل إلى النتائج؟ تفضل تفضل، معك والله الوقت دكتور. إذا تفضل. أمكن يعني باختصر، يعني عرض مختصر مع النتائج. الله يكرمك. طيب، أورد أيضا بعض الأبيات واعتمد فيها على مبدأ القالب الصياغي، وأيضا ابتدأ على مبدأ القياس. من تلك الأبيات لعنترة أيضا يقول: أظلما وروحي ناصري وحسامي، وذلا وعزي قائدي بزمامي، ولي بأس مقتول الذراعين خادر، يدافع عن أسباله ويحامي. على نفس المنهج النقدي التأصيلي يسير العماري في قراءته لشعر سيرة عنترة، إذ يحكم على صحتها من خلال الفحص والتمحيص لقالبها الصياغي، ويقف عند بعض المفردات فيقول: واضح أن التركيب في قوله ورمحي ناصري وحسامي تركيب غير جاهلي، فهو يعتمد على الإشارة إلى آلة الحرب الرمح والحسام، لكن الشاعر الجاهلي لم يكن يأتي بهما على هذه الصورة، إنه يهز الرديني ويستل الحسام، يقصد الشاعر الجاهلي، فتحس أنه في جو معركة، وتشعر أن حربا تدور، وهو إذ يذكر قومه والفرسان الذين معه. أما هنا فهو متبلد الإحساس جامد الحركة، أما التركيب جملة الحال وعزي قائدي، فمن الواضح أنه تلاعب بالألفاظ، فما معنى عزي قائدي بزمامي؟ لعله يريد بقوله بزمامي أي بإرادتي، وهذا يكشف عن جانب الصنعة والتلفيق، يدل على أنه تركيب عقلي. وفي البيت الثاني نلاحظ أن هذا النوع من الاستعارة غير مألوف في الشعر الجاهلي المتأخر. ومن الملاحظ أيضا أن جملة يدافع جاءت لتكمل ما بدأ في الشطر الأول، وهذه ليست حالة نظم الشعر الجاهلي، فهو يجزم العماري يجزم بقوله هذا أن البيتين مصنوعان وليس موضوعان، مصنوعان موضوعان وليس صحيحة. يؤكد أيضا للقارئ عدم صحة قول عنترة في السيرة المنسوبة إليه بقوله: وعلى العموم، فإذا أردنا أن نتحقق حقا من بطلان ذلك القصيد وزيفه،
فعلينا أن نرجع إلى القسم الصحيح في ديوان عنترة، وسيتأكد لدينا أن ما أشرنا إليه هو من صنعة الصناع وليس من بناء عنترة. لقد كان للشاعر الجاهلي معجمه الخاص وأسلوبه الذي لا يفارقه، وهو أسلوب لم يكن إلا صدى للشعر الجاهلي نفسه بصورة عامة، كما تبرهن على ذلك نظريات النقد العلمية المعاصرة، وإن أدنى معيار لذلك هو ديوان عنترة نفسه. نصل إلى النتائج. يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط الآتية: كشف هذا البحث عن ناقد معاصر مهتم بقراءة الشعر الجاهلي ونقده وتمحيصه. استطاع الدكتور فضل العماري أن يؤكد برؤيته التأصيلية النقدية للشعر الجاهلي صحة اتهام شعر السير الشعبية القديمة بالوضع والانتحال الذي شارك فيه كثير من القصاصين والأخباريين. ثم التزم العماري في منهجه التأصيلي النقدي لشعر السير الشعبية بموقف معرفي وبمنهج نقدي واحد، من خلاله ما استطاع تمييز الشعر الصحيح من الموضوع والمنحول، معتمدا في ذلك على أسس فنية وفكرية عامة، منها القاموس اللفظي للشعر الجاهلي وللشاعر الجاهلي أيضا، وخضوع القصيدة لمبدأ القالب الصياغي، العبارات المتداولة، الأفكار الرئيسة، المعاني الشائعة، ثم القياس على أنماط جاهلية مشابهة ذات تركيب وصياغة مماثلة مع احتفاظها بروح الشعر الجاهلي. أبان البحث عن رؤية العماري في اتخاذ القصائد التي رواها الأصمعي والبقليوسي لعنترة بن شداد العبسي أساساً تقاس عليه بقية ما نسب إليه من شعر. نختتم بحثنا ودراستنا بتوصيات أبرزها. يوصي الباحث الدارسين بدراسة الأعمال النقدية والإبداعية للناقد السعودي فضل العماري وتبني رؤاه النقدية في إعادة النظر في دراسة الشعر القديم وقراءته قراءة جديدة. يوصي الباحث الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية بعقد ندوات ومؤتمرات علمية تتناول المؤلفات النقدية للدكتور فضل العماري والتعريف بها وكشف ما فيها من رؤى نقدية حديثة، وأيضا التعريف بشخصية الناقد التي يجهلها كثير من الباحثين وطلاب العلم. يوصي الباحث الجامعات الحكومية والخاصة بتكليف طلاب الدراسات العليا بدراسة جهود النقاد المعاصرين في دراسة الشعر العربي القديم وخطابهم النقدي وفق المناهج النقدية الحديثة. وأخيرا أقول لكم شكرا لحسن استماعكم، طبتم وطاب ممشاكم وممساكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عليكم للجنة السلام. المنظمة ولجميع الزملاء في هذه التظاهرة. آمين. وإياكم دكتورنا الغالي دكتور عبد الفتاح، شكرا لك على هذا العرض الطيب لهذا البحث، الورقة البحثية المباركة. ننتقل إذا كان هناك أي مشاركة مع الدكتور عبد الفتاح أو مداخلة أو تعقيب، حتى ننتقل إلى الدكتور مبارك الحازم إن شاء الله بعدها برفع اليد. مع الدكتور عدنان معك. نعم سعادة الملك، الله يحفظكم. أحبتي الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل، الصلاحية موجودة، بإمكانكم رفع أداة اليد ريس هاند لتعطونا الصلاحية، فمن أحب أن يشارك فليتفضل. معك. نعم دكتور، أنا أسمعكم. نعم أحبتنا الحضور، من أراد أن يتداخل فليتفضل، بإمكانكم المشاركة برفع أداة اليد من الضغط إلى أسفل شاشة الزوم ريز هاند. نعم واضح دكتور تسمعني؟ واضح نعم دكتور. نعم واضح دكتور، نعم أعتذر منكم دكتور عن سؤال النت، أعتذر منكم جدا. مشكور دكتور عبد الفتاح. إذا يبدو أنه ما في مداخلات مع الدكتور عبد الفتاح. نعم نشكرك دكتور عبد الفتاح على هذا العرض الطيب، وإن شاء الله
نلتقي معكم بإذن الله بمؤتمرات قادمة. نعود بعد ذلك إلى الدكتور مبارك الحازمي، إذا موجود الباحث مبارك الحازمي، إذا موجود معنا. مساء الخير يا دكتور، مساكم الله بالخيرات والمسرات، حياكم الله مثل الحبيب. تسمعني؟ أسمعك معك، طيب تفضل. لحظات ونبدأ إن شاء الله يا دكتور، يا لحظات. الله بمعيتكم، بارك الله فيكم. عفوا دكتور مبارك، لو تسوي ستوب شير وتفتح برنامج الباوربوينت ومن ثم اعمل شير سكرين للشاشة لتسهيل الأمر على حضرتك. نعم، سوي إيقاف أعمل للمشاركة ستوب في شير. الشاشة ومن ثم افتح برنامج الباوربوينت أو أرسله لي إن أحببت، أنا أعرضه من عندي، أرسله لي على الواتساب، أنا إن شاء الله أعرضه من عندي. نعم دكتور، الآن افتح برنامج الباوربوينت. دكتور قبل أن تشارك الشاشة افتح برنامج الباوربوينت ومن ثم شارك مع الشاشة الأخرى. نعم تفضل، على بركة الله. واضح الآن دكتور؟ نعم على بركة الله، تفضل. تسمعني يا دكتور؟ نعم دكتور تفضل، مسموع تفضل الصوت تفضل مسموع. استاذ، تفضل استاذ دكتور مبارك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية كل الشكر والتقدير للزملاء والجهة المنظمة لهذا المؤتمر الحيوي على جهودهم ومتابعتهم وحسن اختيارهم لموضوعات المؤتمر خدمة لمجتمعاتنا العربية، وعلى رأسهم وأخص بالذكر سعادة الدكتور عدنان قلعيدي. والشكر موصول أيضا إلى سعادة الأستاذ الدكتور
رئيس اللجنة المناقشة الأستاذ الدكتور صالح العلي وزملائه الكرام. أكرر الشكر والتقدير لكم جميعا، ويسعدني المشاركة معكم في دراستي بعنوان الإعلام الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. عنوان الدراسة: الإعلام الرقمي بين التضليل والمسؤولية الاجتماعية، حيث تناولت هذه الدراسة التعرف على نشأة الإعلام الرقمي وتعريفه وخصائصه، وكذلك تطرقت إلى تميز الإعلام الرقمي بكونه إعلاما متعدد الوسائل في المعلومات. تطرقت الدراسة أيضا إلى الإعلام الرقمي له دوره المميز في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية من خلال قدرته على تشكيل الرأي العام ومحاربة التضليل الإعلامي. أيضا تطرقت الدراسة إلى الثورة التكنولوجية الاتصالية التي يشهدها عالمنا الخاص اليوم، هي المحرك الفاعل لمظاهر التفاعل الاجتماعي داخل المجتمعات الحديثة. مشكلة الدراسة: تطرقت مشكلة الدراسة إلى التعرف على مخاطر الإعلام الرقمي التي تنتشر وبصيغة خاصة التضليل، والتي قد تقود إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتكمن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي مع استراتيجيات التضليل الإعلامي المستخدمة في القضايا الاجتماعية والسياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. أهمية الدراسة: أهمية الدراسة تقع في تسليط الضوء على الأفكار المضللة في استخدام سلبيات وسائل الإعلام الرقمي، وإلى الإشارة إلى ضعف الوعي لدى الجمهور العربي بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وخطورة الترديد بين القيم والأفكار المغلوطة والدخيلة على مجتمعنا العربي. تطرقت أيضا أهمية الدراسة إلى أهمية استراتيجية التضليل الإعلامي في بحوث الرأي العام، خاصة بعد تنامي أشكالها وصورها. مصطلحات الدراسة: تطرقت الدراسة إلى بعض المصطلحات الهامة في الدراسة، ومنها الإعلام الرقمي الذي يعتمد على استخدام الحاسب الآلي في إنتاج وتخزين وتوزيع المعلومات وارتباطه بالإنترنت. تطرقت أيضا إلى مصطلح التضليل الدعائي، وهو أحد الأساليب الدعائية والنفسية وجزء من الحرب الإعلامية، كونه يتميز بنشر المعلومات والأفكار المغلوطة. تطرقت أيضا الدراسة إلى مصطلح المسؤولية الاجتماعية، وهي نتاج اندماج وتكامل الفرد والمجتمع والمحيط به، وما يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل. تطرقت الدراسة أيضا إلى أهدافها، وتركزت أهداف الدراسة على: تهدف الدراسة إلى معرفة آثار الإعلام الرقمي في التضليل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية. تركزت الدراسة على 3 محاور اجتماعية، منها مسؤوليات الإعلام، منها اتجاه المجتمع ومسؤولياته تجاه مجتمعه المحلي، وكذلك مسؤولياته تجاه نفسه. كذلك التعرف على دور الأجهزة الإعلامية الحكومية والأهلية تجاه المسؤولية الاجتماعية في وسائل الإعلام. كذلك من أهداف الدراسة التعرف على الآثار القيمية والأخلاقية التي خلفها الإعلام الجديد بالدعاية والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة على أفراد المجتمع. المنهج المستخدم في الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النظرية التي تعتمد على التراث العلمي وعلى الدراسات السابقة في هذا الموضوع، وعليه فقد قام الباحث
باستخدام المنهج الاستكشافي الذي يعتمد على الدراسات السابقة في توليد الأفكار والخروج بنتائج جديدة. والمنهج يقوم على استقصاء واستنتاج مجموعة من الدراسات التي تتسم بالدقة، ومن ثم العمل على تحليلها. ننتقل إلى تساؤلات الدراسة. تركزت مشكلة الدراسة على التالي: ما هي مسؤوليات الإعلامي تجاه المجتمع العام، ومسؤولياته تجاه مجتمعه المحلي، ومسؤولياته تجاه نفسه؟ السؤال الآخر: ما هي أو ما هو دور الأجهزة الإعلامية الحكومية والأهلية تجاه المسؤولية الاجتماعية في وسائل الإعلام من خلال المعايير المهنية لنقل المعلومات؟ السؤال الآخر: ما هي الآثار القيمية والأخلاقية التي خلفها الإعلام الجديد بالدعاية والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة على الفرد والمجتمع؟ تطرقت الدراسة أيضا إلى الدراسات السابقة، وتضمنت الدراسات السابقة مجموعة من الدراسات موضوع الدراسة، وخلصت الدراسات الآتي إلى أهمية دراسات أشكالية التضليل والمسؤولية الاجتماعية للإعلام الرقمي من الأهمية بالمكان، الإشارة إلى أنه يوجد تحديات للإعلام الرقمي والتي ربما تقود إلى نهاية ما يسمى بانتهاء نظرية حارس البوابة. هذا سؤال مهم يمكن أن يطرح في هذا الخصوص، ونحن نتناول موضوع الإعلام الرقمي بين التضليل والمسؤولية الاجتماعية، ويمكن أن نرى الإجابة عليه في الأيام المقبلة. الإطار النظري والمفاهيمي: احتوت الدراسة على مجموعة من الموضوعات تمثلت في نبذة تاريخية عن الإعلام الرقمي ونشأة الإعلام الرقمي ومسميات الإعلام الرقمي وخصائص الإعلام الرقمي وأنواعه المتعددة ووسائل الإعلام الرقمي ووظائفه وأهم الظواهر التي صاحبت الإعلام الرقمي من التضليل الدعائي ومخاطر التضليل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية. ننتقل إلى التحليل للدراسة. اتضح من خلال الدراسة لجوء بعض وسائل الإعلام إلى أسلوب التضليل إلى المعلومات على أنها تتم عبر الآتي: أولاً، التجاهل التام من الأحداث الميدانية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. ثانياً، محاولات منع النشر وتحديد حركة المندوبين والمراسلين وعدم السماح بتوفر أي فرصة لتصوير الأحداث. كذلك، منع الشهود العيان من التصريح لوسائل الإعلام. كما اتضح أيضاً أن أسلوب النشر ومسربي المعلومات كان على وفق الآتي، ومنها الدعاية والحرب النفسية بأساليبها كافة لإضعاف إدارة الخصم وهزيمة وأحداث خلل وفوضى بين الجمهور وقيادته، وافتعال الأزمات وشق الصفوف لدى جمهور وساحة الخصم، وكذلك بث وتكرار الشائعات والمعلومات الخاصة وزيادة مشاعر الخوف والذعر لدى الجمهور. ننتقل إلى نتائج الدراسة، وتركزت نتائج الدراسة على مجموعة من النقاط نذكر منها أهمية الالتزام بالدقة والمصداقية والموضوعية في نشر الأخبار لمواقع التواصل الاجتماعي وأهميته في وقتنا الحاضر. أهمية تنظيم دورات للصحفيين والإعلاميين وحتى الشباب بصفة عامة، بحيث يكون الهدف توعيتهم وإطلاعهم على الأضرار التي تلحقها الشائعات والأخبار غير الدقيقة على المجتمع. من المهم اعتماد مصدر رسمي للأخبار والرجوع لأهل الخبرة. ضرورة التوعية والتنبيه على ضرورة الاعتماد على مواقع الإلكترونية موثوقة، الاعتماد على مواقع إلكترونية موثوقة. ننتقل إلى
التوصيات، وتمثلت في مجموعة نذكر منها: ضرورة تعزيز الدور الرقابي على وسائل الإعلام الجديد على صعيد الأسرة والمؤسسات والمجتمع، التحقق من المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للحد من مخاطره على المتلقي، تشجيع القائمين على إدارة وسائل التواصل الاجتماعي على حجب ما يمكن أن يعزز العنف والكراهية والتفرقة، التأكد أن الإعلام الرقمي مرتع خصب ومتنفس أمام حاجة المستخدم للتعبير عن ذاته في الفضاء الافتراضي، وكذلك السعي نحو تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الفساد. الخلاصة أنه يقع على عاتق ناشطي رواد التواصل الاجتماعي أن يتحملوا مسؤوليتهم في المحافظة على القيم والعادات المجتمعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دورا رئيسيا في بناء الوعي. لذلك كان موضوع مؤتمرنا العلمي هو بعنوان: وصناعة الوعي الجماهيري، وكان موضوع بحث الإعلام الرقمي بين التضليل والمسؤولية الاجتماعية. آمل أن تكون نتائج واقتراحات الدراسة متميزة وجيدة، وأن يستفيد منها الجميع. شكرا لحسن استماعكم وإصغاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ الدكتور مبارك على هذا البحث المتميز وهذه النتائج الطيبة، ونترك المجال إذا فيه أي مداخلة أو إضافة أو تعليق على الورقة البحثية لأستاذنا الأستاذ الدكتور مبارك. تفضلوا إذا في أحد بيرفع اليد مع الدكتور عدنان. نعم دكتور، بارك الله فيك، جزاكم الله عنا كل خير. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا أو استفسارا فبإمكانه رفع أداة اليد بأسفل شاشة برنامج الزوم، يوجد زر مكتوب عليه ريز هاند، نرجو الضغط عليه لإعطائكم الصلاحية. طبعا المشاركة مع أي واحد من الأساتذة الأفاضل، يمكنكم طرح السؤال عليه. نعم معنا يسرى، تفضلي أستاذة يسرى، تفضلي. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على المؤتمر القيم والأوراق التي قدمت، وشكرا لدكتور مبارك على محاضرتي القيمة وورقتي العلمية الثرية. معكم دكتور يسرى المغيري من سلطنة عمان. سؤالي هو ليس بسؤال بقدر ما هو، يعني إذا أمكن إعادة الدكتور للمنهجية التي استخدمها، وسؤال آخر لمنظمي المؤتمر: كيف يمكننا الحصول على الورقة التي قدمها دكتور مبارك؟ لأن فعلا هي ورقة جد قيمة، بارك ربي فيكم. إن شاء الله دكتور يسرى، بارك الله. تفضل دكتور مبارك، جزاك الله خير. نعم شكرا دكتورة إسراء. المنهجية المستخدمة في الورقة العلمية التي أعددتها ركزت على الدراسات النظرية التي تعتمد على التراث العلمي وعلى الدراسات السابقة في هذا الموضوع، واستخدم الباحث المنهج الاستكشافي الذي يعتمد على الدراسات السابقة في توليد الأفكار والخروج بنتائج جديدة. والمنهج يقوم على استقصاء واستنتاج مجموعة من الدراسات التي تتسم بالدقة، ومن ثم العمل على تحليلها. شكرا على سؤالك المميز. شكرا دكتور مبارك، بارك الله فيك. أشكركم هل وأتمنى. هناك استفسار آخر حول موضوع دكتور مبارك؟ جزاكم الله خير. طيب يبدو ما في، نجدد الشكر لك فضيلة الأستاذ الدكتور مبارك بن واصل الحازمي على هذه
الورقة الطيبة، وإن شاء الله نشرف أيضا بمتابعتها ونشرها إن شاء الله عندنا في المجلة، وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير، بارك الله شكرا فيكم لكم، سعادة شكرا الدكتور. لكم جميعا، وعلى رأسكم رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور الفاضل صالح العلي. بارك الله فيكم. شكرا دكتور عدنان. شكرا شكرا لك. شكرا دكتور، الله يحفظك يا رب. طبعا بالنسبة للشق الثاني من السؤال للدكتورة يسرى، إن شاء الله المادة العلمية إن أرسلها إلينا الدكتور مبارك عفوا، ترسل أو يوضع رابط المادة العلمية مع الجلسات في البوابة الخاصة بالمحفل. نعم، أيضا أحبتنا الكرام، سنقوم إن شاء الله سوية بشرح طريقة الحصول على الشهادة، سنقوم بوضع رابط المنصة وأيضا جميع الروابط الخاصة بهذه الجلسة. طيب إذا دكتور عدنان بارك الله فيك، ننتقل للدكتور رشاد سعيد حسن، موجود معنا إن شاء الله دكتور. للأسف دكتور حاولت أتواصل مع جميع الأساتذة المشاركين معنا الذين كانوا المفروض يكونوا معنا، الأستاذة إيمان الصائغ والمهندسة بنين الناصر والأستاذ رشاد مجدي، ما في أي أحد منهم، لم نستطع التوصل إليهم، كانوا في خلل بالإنترنت عندهم. يبدو يعني إذن الآن يعني ما عاد عندنا، نكون انتهينا من نعم الورقات الموجودة. إذا في الآن يعني مداخلة لأحد بهذه الجلسة الختامية، يعني لهذه الجلسة إذا في مداخلة نأخذها دكتور عدنان، إذا ما في حتى ننهي الجلسة. دكتور عدنان معلش ممكن أتكلم؟ تفضل تفضل دكتور صالح، هل تفضل. الجلسة هذه مسجلة دكتور؟ أين نعذر عليها؟ نعم، سأشرح إن شاء الله الآن طريقة الحصول على الشهادة وأيضا رابط الحضور وأيضا التسجيل الخاص بهذه الجلسة، إن شاء الله سأشرحه عند الانتهاء من المداخلات. بارك الله فيك، شاكرا لك. شكرا شكرا. تمام، إذا بعد أن ننتهي من هذه الجلسة يعني تبقوا مع الدكتور عدنان الله يجزيه الخير، يعني يتكلم عن القضايا الفنية المتعلقة بالشهادة وبغيرها من الموضوعات، جزاكم الله كل خير. بس الآن حتى إذا في مداخلة حتى نرحب فيها، إذا ما في مداخلة حتى نترك الأمر للدكتور عدنان، جزاك الله خير. طيب الآن تواصل معنا الأستاذ رشاد، أظن أنه معنا في القاعة، بس لو يرفع أداة اليد حتى نعطيه الصلاحية. يلا يكون أحسن إذا نعم معنا. طيب أستاذ رشاد، بس لو ترفع أداة اليد. دكتور صالح، أنا بإمكاني أتصل عليه التلفون لأنه هو في اليمن، فممكن أتصل عليه التلفون الآن. الآن هو يعني في تواصل، يقول أنه موجود بالقاعة لكن ما أعرف الاسم، لا يظهر عندي. ربما يا دكتور الصوت، لا يسمع الصوت، ربما دخل والنت ربما يكون في مشكلة. أنا الآن سأتصل به تلفونيا. طيب على جزاكم بركة الله الله. خير، بانتظاركم. طيب يعني كان الله في عون الأساتذة في اليمن، فسبحان الله الخلل التقني عندهم والإنترنت، يعني حتى أكون أدق، الإنترنت عندهم جدا ضعيف، لذلك حصلت هذه الأخطاء الله التقنية. يفرج. نسأل فكان الله الله في عونهم. الله يفرج عنهم إن شاء الله يا رب، يفرج اللهم عنهم. آمين اللهم آمين. طيب سعادة البروف صالح، طبعا عذرا للانقطاعات هذه في هذه الجلسة، لكن الأمر خارج عن سيطرتنا وعن إرادتنا. دكتور تليفون مغلق، رسالة خطية ممكن يقرأها. طيب خلاص على بركة الله. سعادة البروف صالح، بإمكانكم يعني نهاية هذه الجلسة، بارك الله فيك، ختم هذه الجلسة. في نهاية هذه الجلسة العلمية المباركة،
لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الزملاء الأفاضل والزميلات الذين شاركونا هذه الجلسة، الأستاذ علي رضا، وطبعا الأستاذة والباحثة الأستاذة فاطمة الفرحان، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل، بالإضافة إلى أستاذنا الأستاذ الدكتور مبارك الحازمي، وطبعا الزملاء الآخرين لنتيجة الظروف الفنية المتعلقة بالإنترنت لم نستطع التواصل معهم، لكن طبعا ورقاتهم البحثية موجودة إن شاء الله، يتم التواصل معهم فيما بعد فيما يتعلق بتقويم وتحكيم ونشر هذه الورقات العلمية. أشكر الجميع، والشكر موصول أيضا لأستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور عدنان قلعجي على إدارة هذه القاعة، وبارك الله فيه وفي جهوده، وأترك الأمر عندك أستاذ عدنان فيما يتعلق بالقضايا الفنية، وأنا سأخرج من هذه الجلسة، وجزاكم الله كل خير وبارك الله في جهودكم. جزاك الله كل خير سعادة البروف صالح العلي على هذه الإدارة الحكيمة لهذه الجلسة، وأيضا نعتذر منك الدكتور رشاد يبعث رسالة يقول أنا موجود، موجود بالقاعة. يقول أنا موجود رسالة هذا على الشات. طيب ثواني. الآن دخل. نعم الآن وجدت. نعم إذا دخل يكون ناخذ نعم تفضل دكتور رشاد تفضل، أعطيتهم الصلاحية تفضل. نعم بإمكانكم فتح المايك دكتور رشاد، بإمكانك فتح المايك والتفضل بالمداخلة. دكتور الصورة واضحة، الكاميرا عندنا تظهر، بس بإمكانك يعني فتح المايك والتحدث تفضل. دكتور رشاد الصوت غير واضح إطلاقا، تسمعني دكتور؟ هو الظاهر يتكلم بس الظاهر مسكر المايك، أو المايك يظهر أمامنا أنه مفتوح لكن ما أعرف صوته لا يصل. ممكن يكون هو يتكلم لكن صوته لا يصلنا من جهة واحدة. نعم يعني سبحان الله الأمور التقنية كلها تم فحصها قبل فعاليات المحفل، لكن تحدث هذه الأمور خارجة عن لا، إرادتنا. هذه امور خارجه عن اراده، لا سيما في موضوع اليمن في بعض المناطق، يعني النت صعب جدا، يكون في مشكلات كثيره، اعانهم الله. اللهم آمين يا رب. أعان الله الجميع، بارك الله فيكم دكتور. شكرا شكرا. امين امين. طيب طيب الأمر دكتور، عائد لحضرتكم سعادة البروف صالح. انا والله ما عندي مشكله، انا بودي ولا الدكتور رشاد يكون نسمع منه، هو الان يبدو انه يتكلم ويظننا اننا نسمعه، نعم لا يظهر الصوت للأسف. يظهر المشكله من عنده، يعني ممكن حتى ممكن يكون باعدادات الصوت من عنده هو. دكتور رشاد يعني إن كنت تقول أن الصوت واضح عندك فنحن لا نسمعك، أرجو الضغط على المايك إغلاقه ثم فتحه مرة أخرى عسى أن يستجيب. يعني هو يسمعنا نعم لكن نحن لا نسمعه.
يعني لو كان بإمكان الدكتور عدنان إنه إذا في عنده العرض بيشاركنا العرض حتى نتصفح، حتى أنا أحب والله بعطيه حقه يعني. نعم دكتور، والله يا ريت أن يرسل لي على الواتساب وإن شاء الله أرد الملف. دكتور رشاد، إن أمكنك مثلا الدخول من جهاز آخر، حاسوب أو الهاتف، يعني حتى لو بس الصوت يكون عندنا ونحن نعرض الملف العرض التقديمي، هل بإمكانك الدخول مثلا من هاتف أو جهاز آخر مثلا إن توفر؟ أو الخروج والدخول مرة ثانية من جديد عسى ولعله. طيب نأخذ دقائق إن شاء الله عسى أن تحل هذه المعضلة. ماشي، بانتظار إن شاء الله ما في مشكلة. دكتور رشاد، إذا كنت تسمعني أرجو الدخول من جهاز آخر أو الدخول الخروج والدخول مرة أخرى عسى أن تحل هذه المشكلة. نعم نعم دكتور رشاد، ننتظرك ما في مشكلة. تكرم، افتح اللابتوب مرة ثانية. نسأل الله أن يتمكن من الدخول إن شاء الله حتى يقدم البحث الخاص به. دكتور رشاد، هل استطعت الدخول؟ أستاذ، سنشرح إن شاء الله بعد قليل طريقة الحصول على الشهادة. أرجو أن تبقوا معنا دقائق إن شاء الله حتى نشرح طريقة الحصول على الشهادة وأيضا التسجيل في رابط الحضور. يعني ننتظر الآن الدكتور رشاد، آملين أن يتمكن من الدخول لإلقاء مشاركته ورقته البحثية، وبعد ذلك إن شاء الله في نهاية الجلسة نقوم بشرح طريقة الحصول على الشهادة.
دكتور رشاد هل تسمعنا؟ دكتور رشاد تسمعنا؟ أعطيتكم الصلاحية إنكم تسمعنا. دكتور بس اضغط على المايك حتى تستطيع التحدث، بارك الله فيك. في بأسفل شاشة الزوم زر المايك، بس سوي انميوت حتى تستطيع التحدث. أعطيتك الصلاحية دكتور، تفضل. نعم دكتور تفضل. طيب سعادة البروف صالح العلي الله يكرمك يا رب، أظن أنه خطأ تقني لا نستطيع التعامل. وهذا مع ولذلك نعم دكتور عدنان خليك انت اكمل طيب، أنا بقية راح أشرح إن شاء الله للشهادة الله ونختم إن شاء الله على بركة الله هذه الجلسة البحثية. بارك الله انا ساضطر عاد للخروج اذا حتى نعم اترك تفضل تفضل بارك دكتور، الله بارك الله فيك. نعم حكم الله جزاك الله عنا كل خير. لا شكرا لك لا الله شكرا يكرمك، لك جهودك جزاك الله خير انت شكرا لك. وجميع الاخوان في نعم مؤسسة أحبتي حياكم الله الاذاعه دكتور، حياك الله، عليكم السلام. مشكورين مع نعم السلامة أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجلسة البحثية الخاصة بفعاليات المؤتمر أو عفوا المحفل العلمي الدولي الرابع عشر بنسخته الإلكترونية، وفي المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغوية والأدبية. نشكر باسمكم سعادة البروف صالح العلي على إدارته لهذه الجلسة، فبارك الله بجهوده ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناته. وأيضا نعتذر منكم جميعا أحبتنا الكرام لبعض الأمور التقنية التي حدثت في هذه الجلسة والتي كانت خارجة عن إرادتنا. أحبتنا الكرام، سنقوم إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة، وأيضا رابط الشهادة والحضور تم وضعه في الشات لمن أراد أن يدخل مباشرة إلى الرابط. نعم أحبتنا الكرام، اسمحوا لنا أن نشارك معكم الشاشة، وكما تظهر أمامكم نقوم بالدخول على محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة التي أمامكم. لمن كان عضوا من أعضاء المنصة فبإمكانه فقط الضغط على تسجيل الدخول، فيتطلب الأمر أن يكتب بريده الإلكتروني وكلمة السر. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على سجل مجانا، سجل مجانا، هذا الزر الذي في أسفل الشاشة. يتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية وكذلك الاسم باللغة الإنجليزية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها
وبعد ذلك نضغط على زر التسجيل. ننتقل بعدها أو ترسل بعدها المنصة رابطا للبريد الإلكتروني، فبمجرد الضغط عليه يتم تأكيد الحساب، وبعد ذلك نصبح أعضاء رسميين في المنصة. وكذلك هناك فيديو مرفق شرح مبسط لعملية التسجيل في أعلى الزاوية من الشاشة. ننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالمنصة أو ما يسمى بالحائط التي تظهر أمامكم، وهذه هي بوابة المحفل العلمي الدولي الرابع عشر. نعم، نقوم أحبتنا سوية بالدخول على الجلسات التي تظهر في أعلى الشاشة، في السطر الثالث من أعلى الشاشة. نضغط على الجلسات فننتقل مباشرة بعدها إلى فعاليات المحفل، وهذا نحن باليوم الرابع. نضغط على اليوم الرابع فيقوم التحميل بعض الشيء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفحات الخاصة بالمؤتمر الذي نحن بصدده الآن. نضغط بعد ذلك، تظهر طبعا هنا أمامنا التسجيل، نضغط بعد ذلك على الشهادة، ومن ثم نقوم بالدخول على رابط الشهادة وتحميلها كما تظهر أمامكم. وهذا أيضا أحبتنا الكرام نموذج من الشهادة التي ستظهر أمامكم. أرجو أن تكون واضحة. وأيضا أحبتنا الكرام ننبه عندي إلى دكتور عدنان الأيام غير مفعلة عندي، تفتح مفعل فقط. نعم دكتور. طيب بعد دكتور ذلك اليوم أحبتنا الرابع نظرا الكرام غير ننبه مفعل، إلى أننا يعني إن شاء لدينا الله سوف الأيقونة نقوم برفع ال اليوم الرابع واليوم الثاني والثالث غير مفعل، في إشارة فقط على يوم الافتتاح وفوق إلغاء التسجيل. نعم دكتور موجود، تضغط على الجلسة الجلسات فتظهر أمامك مباشرة الأيام. الجلسة نضغط على اليوم الرابع، سأقوم بالتحميل بعض الشيء. نضغط على اليوم الرابع كما يظهر أمامكم، نضغط على التسجيل نيل، هذه هي رابط الشهادة، فننتقل مباشرة إلى تحميل الشهادة والتي أريناكم نموذجا عنها. هذه هي الشهادة بالتواقيع للرعاة وأيضا دكتور سيف السويدي. ننبه أيضا أحبتنا الأفاضل والكرام إلى أنه إن شاء الله في الأيام القادمة سوف نقوم برفع هذه الجلسات البحثية على موقعنا على اليوتيوب، وهذا هو الموقع الرسمي للمنصة، وقد تم رفع بعض الجلسات عليها كجلسة الافتتاح ومحاضرة الجامعات البحثية قاطرة التطور والتقدم، وأيضا هناك المؤتمر الدولي الجلسات الأولى وغيرها. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا سوية معكم إلى ختام هذه الجلسة المباركة، ونسأل الله أن نلتقي معكم في موعدنا الذي يتكرر عند الساعة 6 مساء اليوم لتقديم المحاضرة للدكتور علاء القاضي، والتي بعنوان الجامعات الذكية تنمية مستدامة. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عدنان، معلش السؤال، تفضل دكتور. إذا لم نستطع التحميل من الموقع، لأنه أنا عندي ما أضغط على اليوم الرابع ما يطلع لي ولا شيء في الموقع، فهل بالإمكان ترسل رسالة دكتور الشهادة على البريد أو بالنسبة الواتس؟ عفوا دكتور بالنسبة للأعضاء أو للمشاركين معنا بالورقات البحثية سوف يتم إرسال شهادة خاصة لحضراتكم إن شاء الله. بارك الله فيك، وفيك بارك، إياكم. بارك الله فيكم، السلام شاكر لك، عليكم ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته.